يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم خبر سريع جدا عن موضوع الكورونا فيروس. السلطات الفلسطينية أعلنت حالة الطوارئ وإغلاق جميع المدن والنوافذ المنافذ والنوافذ وكل إشي. يا جماعة الموضوع في فلسطين أصلا مسكر من زمان. الجماعة يعني عندهم موضوع التأهب للكورونا من زمان، الله يعينهم. المدن في الضفة في معبر بدخل عليها أو منفذ واحد، وإسرائيل بتسكروا إمتى ما بدها وبتفتحوا إمتى ما بدها. غزة إنسى، غزة أصلاً عندهم كارانتين إلو 17 سنة ولا 16 سنة، الله يعينهم. فغزة أكيد إن شاء الله ما حيوصلها الفيروس، لأنه يعني اللي دخل ما حيطلع. يعني الموضوع مش الله يعينهم، الله يعينهم. أنا بحكي الله يعينهم، الله يعين جميع الدول العربية، لكن موضوع هنا في فلسطين يعني اصلا هم عايشين بحصر وبدون كورونا اصلا. فيعني وجود هاي الحالة اللي متوقع انها تكون موجودة، ان شاء الله ينتفي الموضوع ويرجعوا الناس لأهلهم وعوائلهم سالمين غانمين. دعاءكم دعاءكم، ونراكم ان شاء الله في حلقة جاية.